يا من فتحت المقطع، أسأل الله أن ييسر لك كل عسير، وأن يبعد عنك كل شر وخطر وسوء وضرر. اللهم إني أستودعك هذا الشخص الذي يسمع المقطع الآن، فأنت لا تضيع عندك الودائع، فوفقه واستره واحفظه وأطل عمره بالطاعات والخيرات. اللهم اجعل حياته من سعادة إلى سعادة. اللهم ارزقه أجمل ما يتمنى وأكثر مما يتوقع وأفضل مما يدعو، وأسعد قلبه. اللهم لا تشغله بخلقك وأشغله بإصلاح نفسه. اللهم اصرف عنه كل مرض، ولا تشقيه بولد، ولا تسلط عليه أحد، ونجه من شر النفاثات في العقد وشر حاسد إذا حسد. اللهم دبر أموره وأصلح أحواله، واجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل داء دواء، ومن كل مرض شفاء، ومن كل بلاء عافية. وارحم موتاه، واشف مرضاه، وعاف مبتلاه، يا أرحم الراحمين.